113 عاما بالتمام والكمال مرت على إنشاء نادي الزمالك. صاحب التاريخ الطويل والمشرف والحافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، ومنذ تأسيسه في 5 يناير من عام 1911 أصبح نادي الزمالك أحد قلاع الرياضة المصرية بخلاف دوره القيادي داخل المجتمع، ليصبح شعار النادي مزيج من النموذج الرياضي والحضارة المصرية القديمة. واستخدم نادي الزمالك في شعاره ألوانه الرئيسية التي تعبر عن السلام والكفاح، والتي لم تتغير منذ تأسيسه، حيث استخدم في خلفية الشعار اللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطاً بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح لتحقيق النصر. ويظهر في النصف العلوي من الشعار رامي السهم الذي يصوب نحو الهدف مرتدياً زياً فرعونياً للتعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية، كما يشير إلى هدف النادي الدائم وهو تحقيق الانتصارات فقط. وتعتبر كرة القدم في صدارة الألعاب الرياضية داخل الزمالك بخلاف الألعاب الجماعية الأخرى، حتى أطلق على الزمالك لقب ملوك ألعاب الصلاة. وعلى صعيد كرة القدم حقق الزمالك عدة ألقاب وبطولات سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الإفريقي، ليصبح واحداً من أكثر الأندية فوزاً بالبطولات في الوطن العربي وقارة إفريقيا. ولا تزال مسيرة الفارس الأبيض مستمرة ليواصل كتابة التاريخ والإنجازات بكافة الألعاب الجماعية والفردية.